لفيتي بفستان الفرح والضحك، عايزين نعرف السبب ورا التصوير ده. بصي، هو الاول انا مش نزلت لفيت وخلاص، انا قضيت يومي الطبيعي جدا اللي بعمله في كل في اليوم العادي بالشكل ده. كنت بترجم نظره الناس لتصرفاتي، نظره الناس اللي هي مش شايفه اي حاجه بعملها نجاح علمي او عملي غير الا انه يكون مسخر لخدمه الجواز. انا هعمل كده عشان ده هيوصلني للجواز اسرع او ده هيخدمني. انا طبعا رافضه الفكره دي خالص، رافضه ان البنت يتم اختزالها في انها تبقى بنت العروسه بس. انا مهندسه ديكور في الاساس، مهندسه ديكور وازياء مسرح، وبشتغل في النيتشر ديزاين بالتوازي يعني. تمام. طيب الفكره ديت حد ساعدك فيها؟ لا، ده بالعكس، هي ما حصلش عليها اي برين ستورمينج، هي زي ما جت في حالتها يعني. كنت غضبانه جدا من تدخل الناس المستمر في حياتي، من تفسيرهم طول الوقت او هم بيوجدوا لنفسهم اجابات واسباب ان انا ليه ما اتجوزتش. كل الاسباب دايما بعيده عن الحقيقه، ودايما بواجه بيها كانها حقيقه، وكان انا المفروض ان انا اوافق على تفسيرهم. ف يعني كنت منفعله جدا. جاء الموضوع، اذا انتوا شايفين ان تصرفاتي دي معناها بالنسبه لكم كده فاوكي، اذا انتوا شايفين ان ده الهدف الاسمى اللي انا المفروض اعيش عشانه، او البنت عموما تعيش عشانه، وانه حياتها تتوقف تماما لو ده ما حصلش، او انها توفق حياتها وتطوعها كلها لخدمه الهدف ده، اوكي ده هيريحكم، اديني لبست فستان فنخلص بقى من الزنق. طيب اللي حواليا هم كعمل فني تقبلوه جدا، خصوصا انه ناجح، خصوصا انه خد جايزه. فكمان الناحيه العمليه الناس كلها مبسوطه، صديقه وعملت حاجه ونجحت فالناس فرحانه لها. انت كنت مقدمه عليه في جايزه ايه؟ مش مقدمه في جايزه، احنا كنا داخلين مسابقه ولجنه التحكيم هي اللي بتوزع الجوائز. فانا خدت جايزه الشهيد احمد بسيوني. طب تمام. بالنسبه بقى لقرايبك، مش كلهم حضروا المعرض، يمكن مش كلهم يعرفوا حاجه من الموضوع. طب واللي عرفوا كان رد فعلهم ايه؟ عادي، هم استغربوا شويه، ما تخيلوش ان انا بجهز فستان وبعمل حاجات عشان اعمل كده. بس يعني اكيد اغلبهم كان يتمنى ان انا كنت بفكر زي اي بنت وخلاص، استنى عدلي واستنى اللي يجيبوه لي وارضى بيه وما اعملش اي حاجه في حياتي وخلاص. بس للاسف ما طلعتش كده. لكن انت كسماح ما عندكيش رفض للجواز، يعني فكره الجواز بالنسبه لك غير مرفوضه يعني. لا، انا ما بقولش ان احنا نرفض الجواز، انا بقول ان انا ما اختزلش نفسي في الفكره دي، خصوصا انه اللي بيطلبوكي بيها دايما هما ما لهمش اي علاقه بالموضوع. يعني جوازك نجح او فشل انت بس اللي هتشيلي نتيجته. المهم ان لا، انا مش رافضه الجواز، انا رافضه ان البنت توقف حياتها او انها تختزل نفسها كلها في الموضوع. يعني حتى كل اللي بيكلموكي في الجواز بيكلموكي عشان نفرح بقى، عشان